من سوريا نبدأ، وقد بدأ اجتماع المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مع مسؤولين أمريكيين وروس في جنيف لتحديد موعد مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية. ويجري الإبراهيمي محادثات مع نائبي وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وجنادي جاتيليوف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ويندي شيرمان، إلى جانب السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد. ويلي هذا الاجتماع اجتماع موسع ينضم إليه ممثلو الدول الثلاث الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، الصين وفرنسا وبريطانيا. كما أعلنت الأمم المتحدة دعوة ممثلين عن العراق والأردن ولبنان وتركيا وممثل عن الجامعة العربية. من جهته شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة دعوة إيران إلى مؤتمر جنيف 2. وخلال مؤتمر صحفي في موسكو أكد لافروف ضرورة دعوة كل الدول المؤثرة إلى المؤتمر، وقال إن هذا يشمل الدول المجاورة لسوريا وأخرى في الخليج الفارسي وإيران. وأبدى لافروف استغرابه من مطالب ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري، مشيرا إلى أنها تخالف مبادئ بيان جنيف الأول، وأضاف أن الائتلاف معرض للتهميش وأن هناك جهات أخرى لها تأثير حقيقي على الوضع في سوريا. عبد الله عيسى مراسلنا في موسكو يحدثنا عن تصريحات لافروف اللافتة، ومنها تأكيده على ضرورة حضور إيران لمؤتمر جنيف، وأيضا هناك تحذير للائتلاف السوري المعارض. هل هي ردود فعل روسية على ما جاء في الاجتماع الوزاري العربي وأيضا تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل؟ عبد الله. نعم، أعتقد بأن روسيا كانت ردت على تصريح رئيس الائتلاف الوطني المعارض في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة حين رفض مشاركة إيران في جنيف 2. روسيا أكدت أن إيران لاعب حقيقي وأنه من الضروري بالفعل أن تشارك إيران في المؤتمر، وكانت إيران قد اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن التقى قبل أشهر كيري مع لافروف وأطلق مؤتمر جنيف 2 بضرورة مشاركة كما حدد 4 دول رئيسية، هي كانت على التوالي إيران وتركيا والسعودية ومصر. وبالتالي روسيا مصرة على مشاركة إيران في هذه المرحلة طالما أن إيران لاعب أساسي وتنسق مع روسيا ومع نظام دمشق بشأن التسوية السياسية للأزمة السورية. قبل قليل انتهى لافروف من كلمة كان ألقاها بعد أن دعا سفراء الدول الإسلامية وممثلي المنظمات الإسلامية العاملة في روسيا احتفاء برأس السنة الهجرية. أيضا أكد على أنه لا بديل عن مؤتمر جنيف 2، وكان لمح أو حمل بعض الجهات المسؤولية في إعاقة هذا المؤتمر أو تعطيله، بما في ذلك دول ممولة لبعض أطراف المعارضة السورية الرافضة أو التي وضعت شروط مسبقة لعقد مؤتمر جنيف. أكد أنه مع الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في عقد مؤتمر جنيف مع التزام كافه الاطراف بوقف سريع للعنف وجلوس على طاوله الحوار من اجل اطلاق العمليه السياسيه بدرود مؤتمر جنيف ومشاركه الاطراف الفاعله والمؤثره في الملف السوري بما فيها الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. واكد على ان روسيا تتعاون ايضا مع منظمه التعاون الاسلامي في هذا الاتجاه، سيما وان هناك كما ترى موسكو بعض الخلافات بين الولايات المتحده الامريكيه وبعض الاطراف المؤيده للمعارضه، وكانت كشفت بعد زياره جون كيري الاخيره ما يشير الى ان هناك تنسيق حقيقي بين كل من واشنطن وموسكو بشان شكرا او دول اعمال ومن يشارك في جنيف 2. شكرا لك عبد